منتخب مصر، منتخب المصري الاول، منتخب الاولمبي في عناصر هتكون اضافه الحقيقه للمنتخب الاول، لكن ان شاء الله نتمنى بس يتخطوا عقبه جنوب افريقيا ان شاء الله في نصف النهائي غدا، وباذن الله يكون التاهل للاولمبياد للمره ال 12 في تاريخ كره القدم المصريه. رابع 28 في امستردام، ورابع كان في عام 1964 في طوكيو. ادي انطلاقه، هجمه مصريه واعده، تريزيجيه لعبها الكهرباء، ممكن كهرباء، لكن فين فين يا كهرباء، فين يا كهرباء، فين يا كهرباء، امامنا هو بيطالبوا باحتساب ركله حره غير مباشره، رجعت من المدافع في اللقطه الماضيه الى حارس المرمى، لكن شوف يعني تحس ان اللاعبين المصريين وبالتحديد في عناصر كتيره مش جاهزه بدنيا، وكهرباء له العذر، لعب يمكن اربع مباريات او خمس مباريات مع فريقه مره واحده منهم كاساسي وجاب هدف مع فريقه ديبورتيفو افيش طبعا في الدوري البرتغالي. كره على طول عاليه، وادي امامنا هنا المحاوله المصريه، لم نستثمر الكرات اللي ممكن كنا ممكن نسجل منها، جات لنا فرص، جات لنا مساحات، جات لنا امور، اندفاع لاعبي جزر القمر اللي بيحاولوا يضغطوا في اللحظات الاخيره، ومنتخبنا بيحاول الحفاظ على التعادل. وادي امامنا هنا محمود علاء يشيل على طول في المساحه الفاضيه، عمرو السليه دايما بيحلق من بعيد، ترتطم في محمود علاء، كره خطيره مطالبه بلمسه يد، لكن على طول الكره العرضيه العاليه، محمد الشناوي يطمنك يديك الامان، محمد الشناوي يطلع بثبات ويديك الامان امامنا، يطلع ويبان وعليه الامان، محمد الشناوي رجل المباراه الاول، حارس مرمى يفرح حقيقه. دايما نتكلم قبل كده على الشناوي، على عصام الحضري، حراسة المرمى في مصر الحقيقة تاريخ يعني ممتد في كرة القدم المصرية، وفي الأعوام الأخيرة بتشوف يعني حراس مرمى مميزين، كان أيمن طاهر هو مدرب حراس المرمى مع الشناوي مع عواد مع محمد بسام حارس مرمى طلع عكيش. كرة على طول ترجع مرة تانية المنتخب جزر القمر، حاولات مصرية في هذه اللحظات أمامنا لتبديل الثالث، تبديل ثالث وأخير، تبديل ثالث وأخير لمنتخبنا، أعتقد هيبقى عبد الله جمعة، عبد الله جمعة البديل القادم أمامنا هنا في هذه اللقطة. يا ولد يا أيمن أشرف، يا ولد يا ولد أيمن أشرف، عينه على الكورة في كرة خطرة جدا. أدي انطلاقات كهرباء اللي رجع، كهربا المساحات اللي بيحبها، هي دي الادوار اللي بيحب يلعبها كهربا، كهربا والمرور، ولكن كرة ترتطم في قدم كهربا بعد التدخل من المدافع المميز عبد الله علي محمد لاعب نادي مرسيليا، وتبديل قادم اخير بدخول عبد الله جمعه، عبد الله جمعه مكان كهربا، تبديل عبد الله جمعه، رابع لقاء دولي لعبد الله جمعه امام بوتسوانا امام ليبيريا، المباراة الماضية أساسي، يدخل أمامنا هنا مكان محمود كهرب. كابتن حسام البدري النهارده بيوجه لنا رسالة إنه بيعتمد على العناصر الجديدة، زي ما شفنا وجود يعني النهارده مروان حمدي شارك في المباراة، عبد الله جمعة بدأ يحصل على الفرصة، يلعب عبد الله جمعة هنا في منتصف الملعب. هذه تعليمات عبد الله جمعة، الضغط ومحاولة حول كرة مقطوعة، تريزيجيه اللي بيحاول، ادي تريزيجيه مجهود كبير وفاول على فؤاد بشيرو، فاول على فؤاد بشيرو، وقت بدل ضائع في هذه المباراة، التعادل يعني حقيقة لا يليق بهيبة كرة القدم المصرية، هنفرح بتعادل مع جزر القمر، شيء صعب امامنا هنا، تبديل قادم، ادي التبديل هيطلع اللاعب سليماني سبعة، ادي هيطلع صاحب هدف الفوز في مرمى توجو، ويدخل مكانه يوسف اللاعب ابراهيم امامنا، يوسف امامنا، ادي خمس دقائق وقت بدل ضائع، والتبديل الثالث والاخير، تبديل ثالث واخير، ده خمس دقائق وقت بدل ضائع، مسابعه يطلع، ادي امامنا اللاعب يوسف ابراهيم مكان فايز سليمان امامنا هنا في اللحظات الاخيره، الدقيقه الاولى من وقت بدل الضائع، ومعانا كورة ومعانا محاولة، لكن يطلع حارس المرمى أمامنا، وبص حارس المرمى
قلنا حضراتكم متواضع جدا، لم نستغل هذا الحارس. بص طلع وكان ممكن يتورط فيها في اللقطه الماضيه، لكن لم نستغل حارس المرمى، لم نسدد على المرمى. يعني مهارات غايبه النهارده. لا شفنا عرضيات ولا شفنا تسديدات. يعني شفنا طريقه لعب يعني ليست الطريقه المحببه يعني. شفنا الجزائر قدمت ايه في مباراتها امام منتخب زامبيا، وازاي قدموا مباراه كبيره حامله لقب البطوله طبعا الافريقيه في النسخه الاخيره منتخب التفاف. دقيقتين مضوا من الوقت البدل الضائع، ادي حجازي في اللقطه الماضيه وكره راسيه، ولكن على طول حكم اللقاء مدي لمسه يد، لمسه يد بيلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع. وكره لمنتخب جزر القمر امامنا خطره جدا، ومحاوله من يوسف لكن طارق حامد يشيل على طول طارق كره الاماميه، وادي امامنا اهو تريزيجيه وحكم اللقاء. مش ممكن، فاول ايه يا راجل؟ فاول ايه يا راجل؟ حرام عليك. بيان فينوسينكو امامنا في اللقطه الماضيه، فاول ايه؟ مش ممكن. ادي امامنا هنا، ادي الكره اللي اتلعبت من اللاعب البديل يوسف بن جلود امامنا، والاجاده بعد محمد الشناوي. طارق حامد مجهود كبير الحقيقه في اللقاء النهارده، والانذار لعمرو السوليه عشان كان في احتجاج على حكم اللقاء، الحكم اللي امامنا هو الحكم بيان فينوسينكو. انذار بلا داعي كابتن مصر النهارده عمرو السوليه. كره الاماميه على طول يسند المره دي تريزيجيه، كره ما تصلش الى البديل مروان حمدي. كره اماميه من جانب اللاعب اللي بينطلق دائما في الجنب بالشمال، خطرة جدا كرة شاكر إلى الفاردو، الفاردو الخطير في منتهى الخطورة جزر القمر في هذه اللقطة وهذه المحاولة، لكن المرة دي على طول محمود علاء يشيل الكرة الأمامية. يلا حسين الشحات تعمل هجمة سريعة، انطلاقة من الشحات آخر ثواني المباراة. حسين الشحات هل يفعلها منتخب مصر في اللحظات الأخيرة؟ عبد الله جمعة يلعب الكرة الأمامية، ينتظر المساندة. لا خلاص، منتخب المصري بيحافظ على التعادل. منتخب المصري يبدو حاضرة إلى موروني لتحقيق التعادل مع منتخب جزر القمر في هذه المباراة، في هذه الظروف الصعبة، في هذه الأجواء اللي يعني صعبناها على أنفسنا. لكن هجمة المرة دي هجمة واعدة وانطلاقة. حسين الشحات اظبط المرة دي، اظبط يا حسين، عايز يثبته ويعدي ويلعب كرة بالعرض. حسين الشحات تعدي الكرة إلى اللاعب اللي بيحاول، أدي مروان حمدي آخر كرات اللقاء إلى طارق حامد. قمة الإثارة، قمة التركيز، لكن قمة يعني الحياد والعدالة التحكيمية في مباراة اليوم. الحكم بيان فينوسينكو تعادل هنا في اللقاء، حافظ به منتخب جزر القمر على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ومنتخب مصر يكتفي بالتعادل في اللقاء الثاني، تعادل مع كينيا في برج العرب، وتعادل مع جزر القمر النهاردة في مباراة اليوم. أمير عبده مع طارق مصطفى، محمد بركات، وادي أمامنا اللقاء اللي انتهى مع جزر القمر الدولة العربية وحضور جماهيري، وهنا نزول الجماهير أرض ملعب المباراة بعد هذا التعادل التاريخي مع المنتخب المصري واعتلاء قمة المجموعة السابعة، ومنتخب مصر نقطتين ومنتخب جزر القمر 4 نقاط. شكرا لكم، وانقل الكلمه للزميل احمد فؤاد. Take us home. That baby face, you look about 23. It's all makeup. Not the face, not the face. And he's like, hey.